بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هنا في ليسون 3 ايدنتيفاي ذا سيركل اكزامبل 1 يوزنج يور جيومتريك تولز درو لاين سيجمنت اي بي وذ لينث 4 سنتيمتر ذن درو اون وان فيجر 1 و 2 و 3. طبعا اللي هيترسم ده هيترسم في شكل واحد. هنمشي خطوه بخطوه مع بعض. هنرسم الاول اول حاجه اي بي 4 سنتيمتر. لما نيجي نرسم نخلي الرسمه في نص الصفحه، ولا فوق قوي ولا تحت ولا يمين ولا شمال، عشان انتم مش عارفين السيركل هتبقى في انهي اتجاه وقد ايه. فاحنا اول حاجه هنرسم 4 سنتيمتر اهو. طبعا الرسم كله بالمسطره والقلم الرصاص والكومباس، انا برسم بس كده عشان التصوير. اي دي ايكوال 4 اهو، اي بي 4 سنتيمتر. مش هكتب 4 سنتيمتر علشان لسه هرسم هنا اللي هو الاكس اوف سيمتري. علشان نرسم سيركل تمر على A والبي بنرسم الاول الاكس اوف سيمتري بتاعنا، اللي هو اي سيركل هتمر على A والبي السنتر بتاعها هيكون على الاكس اوف سيمتري اوف اي بي، اللي هو بيربنديكولار باي سيكتور تو اي بي. لو جينا نبص هنا على نمبر 1، عايزين نرسم سيركل باسنج ثرو ذا تو بوينت اي اند بي اند اتس ديامتر لينث 6. طب دلوقتي انا لما اجي ارسم سيركل الديامتر 6، انا برسم بالريديوس مش بالديامتر. 6 ديفايدد 2 ايكوال 3، يبقى ده الريديوس بتاعي اهو زي ما انتم شايفين 3 سنتيمتر. تمام. انا هعمل هنا حاجه، اللاين اوف سنترز هرسمه وفي نفس الوقت هحدد السنتر بتاع السيركل، لان انا فتحت الكومباس 3 ارك فوق وارك تحت اهو، والناحيه الثانيه نفس الكلام. هقف عند الاي، برسم 2 ارك، واحد هنا واحد هنا. يبقى انا التو ارك دول اللي انا برسمه دلوقتي ده اللي هو اكس اوف سيمتري اوف لاين سيجمنت اي بي. طب ده فايدته ايه؟ اي سيركل هتمر على الاي والبي السنتر بتاعها اون ذا اكس اوف سيمتري اوف اي بي، لان هو بيربنديكولار باي سيكتور. تمام. الكومباس انا ما حركتوش، هو مفتوح 3 وده السنتر بتاعي. بقف عند السنتر، اقف عند الاي وارسم سيركل. ادي السيركل الاولى. هقف عند السنتر التاني اللي انا حددته وارسم سيركل، يبقى ديت السيركل التانية. يبقى مع بعض كده احنا عندنا في لتر A اولا الراديوس بتاعي ايكوال 6 اوفر 2 ايكوال 3 سنتيمتر، وهو بيسألني في السؤال بوسيبل سوليوشنز، في كام حل ممكن؟ 2 سيركلز. نيجي بقى نبص على لتر نمبر 2. Number 2 a circle passing through the two point A and B and its radius length 2 cm. طب نبص كده على الرسم. AB طولها 4 cm. فلما اقول ان الراديوس 2 معنى كده ان ده السنتر وAB هيكون ديامتر. نقف هنا ونرسم السيركل اللي هي بتمر على الاي والبي والريديوس بتاعها 2 سنتيمتر. دي نمبر 2. ار ايكوال 2 سنتيمتر بيقول لي بوسيبل سوليوشن هي 1 سيركل. 1 سيركل ودي اصغر سيركل بتمر على الاي والبي، مفيش اصغر منها عشان تفتكروا. ذا سمولست سيركل. نبص كده على نمبر 3 مع بعض. A circle passing through the two point A and B and its radius length 1.5. طب هو لما يقول لي ان الراديوس 1.5، طب ما هي ال 1.5 دي less than 2. ايه ال 2 ديت؟ AB طولها 4. 4 over 2 equal 2. ما ينفعش ارسم سيركل الراديوس بتاعها اقل من 2. مش ممكن ترسم سيركل الريديوس بتاعها 1.5 وتمر على الاي والبي. ليه؟ لان الاي بي ده ديامتر، فمش ممكن يكون اصغر من 4. تمام. طيب بيقول لي بوسيبل سوليوشنز، نو سوليوشن او زيرو سوليوشن. تمام. اكزامبل 2 بيج نمبر 75. اي بي لاين سيجمنت اوف لينث 3 سنتيمتر، درو سيركل باسس ثرو the two point A and B and its radius length is the smallest length. أول حاجة هنرسم اللاين سيجمنت بتاعتنا الأول اللي هي 3 سنتيمتر أهي.
هو عايز the smallest length، عايز اصغر سيركل تمر عليها. هنا اللاين سيجمنت طولها 3 سنتيمتر، بنعمل 3 ديفايدد 2 1.5، يبقى ده السنتر بتاعي. بقف هنا وبرسم السيركل بالشكل ده، يبقى هنا A وهنا B. الراديوس ايكوال 3 اوفر 2 ايكوال 1.5 سنتيمتر. دي اصغر سيركل باسنج ثرو A اند B. Example 3 using geometric tools draw triangle ABC in which AB equal 4, BC equal 5, CE equal 6. Draw circle passing through AB and C. في البداية هرسم التريانجل عشان ارسمه، برسم أول سايد بالمسطرة اللي هو AB 4 سنتيمتر أهو، وعندنا BC 5. الاثنين التانيين بقى بالكومبس، بفتح الكومبس هنا 5 اللي هو بي سي، بقف عند البي ارك، وعندنا سي اي 6، هفتح الكومبس بتاعي 6، يبقى دوت بوينت سي. انا كده رسمت التريانجل. بعد ما رسمت التريانجل المفروض ان انا ارسم سيركل باسنج ثرو A و B و C. فانا هرسم اكس اوف سيمتري اوف AB اند اكس اوف سيمتري اوف BC او CE، اي اتنين، اي تو سايد. هنبتدي الاول باللي قدامنا اللي هو BA او AB. بفتح الكومبس فتحه تعدي النص شويه، نص المسافه بين ال A وال B اهي، تمام. بعمل ارك هنا وارك هنا بنفس الفتحه، ارك هنا وارك هنا. يبقى اللي رسمته دلوقتي هو في اكس اوف سيمتري اوف اي بي. نشوف مثلا البي والسي، يبقى انا هقف عند البي مره وعند السي مره. امسك الكومبس افتح مسافه اعدي النص بشويه اهو. لو انا جيت هنا ممكن الارك يجي مع ده فنتلخبط، طب ما نكبرها شويه مش مشكله. نعمل ارك الناحيه دي اهو بنفس الفتحه، ارك الناحيه الثانيه، اقف عند السي، ارك هنا وارك هنا، نوصل الاثنين مع بعض. هنلاحظ هنا حاجتين مهمين جدا. اول حاجه احنا عندنا هنا اكس اوف سيمتري اوف بي سي والاكس اوف سيمتري اوف اي بي اتقابلوا في بوينت. البوينت دي هي سنتر اوف سيركل باسنج ثرو اي وبي وسي. الحاجه الثانيه المهمه ناخد بالنا منها كويس قوي، التريانجل ده اكيوت انجلد تريانجل، بيبقى السنتر اوف سيركل انسايد ذا تريانجل، يعني جوه التريانجل. طب نبص مع بعض كده، ده السنتر. طب الكومبس افتحه قد ايه؟ على اي حاجه، الاي او البي او السي، مش اي حاجه، اي طول يعني، يا اما الاي او السي او البي. نرسم السيركل بتاعتنا. يبقى انا كده رسمت سيركل باسنج ثرو اي بي سي، وزي ما انتم شايفين السنتر انسايد ذا سيركل. لو احنا رسمنا هنا رايت انجل تريانجل، عندي السايد ده طوله 3، السايد دوت 4، السايد ده 5، ده رايت انجل تريانجل مثلا اي بي سي. انا عايز ارسم سيركل باسنج ثرو اي بي اند سي. في الرايت انجل تريانجل السنتر اوف سيركم سيركل بتبقى ميد بوينت اوف هايبوتنس. الهايبوتنس بتاعي اهو اي سي، هعمل كده 5 اوفر 2 يبقى 2.5، يبقى ده السنتر بتاعي. هقف عند السنتر، بفتح الكومبس عند الاي او البي او السي، همر على الثلاثه عند السي مثلا اهو، ونرسم السيركل بتاعتي، همر على الاي والبي والسي. يبقى انا رسمت سيركم سيركل اوف رايت انجلد تريانجل. اكزامبل 4 بيج نمبر 77، درو ذا تريانجل اكس واي زد ان ويتش اكس واي 5 واي زد 3 اند زد اكس 7، ذن درو سيركم سكرايب سيركل اوف تريانجل، يعني اللي هي السيركل اللي بتمر بالفيرتيسز. هنرسم الاول التريانجل، عندنا اكس واي 5، هنرسم 5 سنتيمتر الاول اهو،
زي ما اتفقنا اول سايد بالمسطره والتو سايدز التانيين بالكومباس. بفتح الكومباس بتاعي 3 سنتيمتر اللي هو واي زد هاف عند الواي ارك عشان هرسم ارك تاني من عند الاكس زد اكس 7 يبقى انا كده رسمت التريانجل بتاعي. فاضل دلوقتي ان انا ارسم سيركل تمر على الاكس والواي والزد. هنبتدي باللي قدامنا اللي هو اسهل واحد. بفتح الكومباس فتحه اكتر من نص شويه اهو كده مثلا او لغايه هنا مش مشكله عادي جدا. ارك وارك نفس الكلام الناحيه الثانيه. يبقى انا رسمت الاكس اوف سيمتري اوف اكس واي. قدامنا حل من الاثنين، يا اما ارسم اكس اوف سيمتري اوف واي زد يا اما اكس زد. ناخد مثلا الواي زد، نفتح فتحه اكتر من نص شويه اهي، ارك هنا وهنا وعند الواي تو ارك، واحد هنا اهو واحد هنا، نوصل الاثنين مع بعض. هنلاحظ هنا ان التو ستريت لاينز اللي هما الاكس اوف سيمتري اوف اكس واي والاكس اوف سيمتري اوف واي زد انترسكت ات وان بوينت، بصوا اوتسايد ذا تريانجل عشان ده اوبتيوس، فالسنتر بتبقى بره. هنقف هنا، هنقف عند الاكس مثلا. لو رسمنا التريانجل هيمر على الاكس وعلى الزد وعلى الواي زي ما احنا شايفين، والسنتر بتاع السيركل اوتسايد ذا تريانجل لانه اوبتيوس انجل تريانجل.